حسن مصطفى والتظلمات باليوم وماذا حدث؟ يعني هو لسه ما حصلش حاجه، يعني ان هو المره اللي فاتت ان انا اتحكم لي ان انا اخد ال 215000 بتوعي، فنادي الزمالك شايف ان انا ما اتصبتش جوه الملعب، لا ده الراجل اتخانق بعد المباراه، فقالوا لي لا انت مالكش حاجه عندنا. فجيت شفت الموضوع، فجيت جوه قالوا لي انت دلوقتي نادي الزمالك جاب السداهيه وان انت اتصبت بعد الماتش. فقلت لهم طب انا راجل دلوقتي لابس فانله نادي الزمالك والشورت والجزمه، طلعت من الملعب لقيت ناس ضربوني، يبقى انا بتخانق معاهم يعني؟ لا بالظبط زي ما حصل، يعني هو الموضوع حصل برضو يعني برضو في ماتش بورسعيد، وانا صبعي اتكسر انت فاهمني. طب اعمل ايه بقى انا دلوقتي؟ افرض انا بتكلم بقى، افرض دلوقتي انا ما رحتش الماتش دوت بتاع ماتش بورسعيد ده، ما كانش هيحصل لي حاجه، يبقى انا هلعب الماتشات اللي بعديها وهاخد نسبه الماتشات. مفيش اي محادثات حصلت بينك وبين اي حد في اداره اتحاد نادي الزمالك؟ ما ده برضو اللي يحزنك، ان انت مثلا يعني بعد ما الامور هديت وما فيش اي حاجه حصلت، ما حدش حتى اتصل عليا، بس هم اتصلوا عليا عشان عايزين يدوني ال 15000 جنيه في حق العمليه. ده قالوا لي احنا هنشوف، يعني مش هندي لك الفلوس. طب فين من اول الموسم لما انا بعد ما عملت العمليه ما ادتنيش ليه الفتره دي؟ بعد ما الناس حكموا لي ان انا اخد 215000، فاتصلت تتصل عليا تقول لي احنا عايزين الورق وعايزين الحاجات بعد ما كانت مرميه في المكاتب عندهم في هناك في نادي الزمالك. دي حاجه تحزن بجد، يعني هو ده بيقعدوا يسالوا طب نادي الزمالك بيحصل له ليه كده ويحصل له حاجات كده، والناس ليه دايما تطلع في نادي الزمالك تعمل كذا وكذا؟ الواحد مش عايز يتكلم، بس يعني بامانه يعني الناس اللي مسؤوله عن نادي الزمالك ما بتحبش نادي الزمالك، ما بتحبش نادي الزمالك بجد. مش حكايه بقى سيبك من موضوع فلوس ان انا بقى فرحان اخد 215 والكلام ده، لا. طب ما انا ليا الفلوس حق العمليه مركونه عندهم في المكاتب، ولا حد فكر ان هو يديني فلوس عشان انا مشيت من نادي الزمالك؟ يعني هو ده السؤال اللي انا بساله لهم، عشان انا مشيت يعني فانت عايز تاكل عليا حق ان انا الفلوس طلعتها من جيبي يعني؟ بس ما كلمكش بعد هذا الموضوع؟ ما فيش حد كلمني خالص، يعني ما فيش حد كلمني قال لي حسن ده حقك، انت راجل كنت بتلعب اساسي معانا وانت راجل موتت نفسك وتعورت عشان خاطر نادي الزمالك. ده الامور صعبه جدا قوي يا جماعه، دي اساسا يعني صعبه قوي، هم مصعبينها قوي قوي بجد والله، الواحد حزين يعني.